قال شهود عيان إن السلطات العسكرية في بورما اعتقلت عشرات من المعارضين لدى عودتهم من حفل أقيم لإحياء ذكرى وفاة والد الناشطة السياسية الحائزة على جائزة نوبل أونج سان سوتشي التي تحاكم حاليا بتهمة خرق شروط الإقامة الجبرية المفروضة عليها في منزلها. عشرات من أعضاء حزب الاتحاد الوطني من أجل الديمقراطية اجتمعوا في مقر حزبهم لإحياء ذكرى مقتل أعضاء حكومة بورما منذ أكثر من 60 عاما، وشاركهم حفلهم القائم بالأعمال الأمريكي في بورما لاري دينجر. والد النشيطة السياسية أونج سان سو تشي كان من بين أولئك الذين اغتيلوا عام 47 عقب حصول بورما على استقلالها من بريطانيا. التقارير تفيد بأن قوات الشرطة اعتقلت 50 على الأقل ممن شاركوا، ومن بينهم صحفيون ومصورون. السلطات لم تعلن عن أسباب اعتقال هؤلاء، لكنها سارعت إلى إطلاق سراح الصحفيين بعد تحذيرهم من استخدام المواد التسجيلية التي أظهرت حضورا أمنيا مكثفا. في مقبرة الشهداء أقامت الحكومة من جانبها حفلا رسميا للاحتفال بذكرى المسؤولين السابقين. أحمد دياب، BBC.